كيف يغشى الصحابة أم شريك؟ هل هي محرم لهم؟ يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة، ما يدخل عليها أفراد، يدخلون عليها جماعات يسألونها، كانوا يأتون إلى عائشة هم المؤمنين ويسألونها وتفتيهم، ما في بأس الدخول على النساء من غير خلوة لأجل السؤال أو لأجل السلام، ما في بأس هذا. نعم.